وينضم معنا من باريس المعتصم بالله الجيلاني الحقوقي السوري، عضو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. أهلا ومرحبا بك أستاذ المعتصم. تحياتي لك. بداية، كيف تنظرون إلى القائمة الجديدة التي تضم 100 شخصية من النظام السوري متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ ما الذي تختلفه عن غيرها وما أهمية إصدارها؟ طبعا بكل تأكيد نحن يوم عن يوم خلال المسافة السورية اللي عم تستمر وعم تدخل العام التاسع اليوم، قاعدة البيانات الخاصة بمجرمين حرب كل يوم عم تزداد، لأنه كل يوم عم يكون في انتهاكات جديدة وفي جريمة مستمرة عم تتمارس بسوريا. وبكل تأكيد المسؤولية الجنائية للأفراد، الأشخاص عم تزيد أعدادهم بشكل مستمر. بكل تأكيد طبعا هو مرحب بهي القائمة، ومرحب بكل تأكيد بكل مجتمع فيه يضاف إلى قوائم الخاصة بمرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. نعم. وهن المسؤولين عن الانتهاكات اللي ارتكبت بسوريا. طيب، في الآونة الأخيرة لاحظنا أن الدول الأوروبية التي استضافت اللاجئين السوريين بدأت بمقاضاة العسكريين المنشقين أو الهاربين في مثل هذه القضايا، يعني برأيكم هل هذا يحرز العدالة للضحايا وذويهم في سوريا؟ طبعا أول شيء يعني في مفهوم كثير مهم لازم نتفق عليه. اليوم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا تغيير الحال. يعني اليوم أي شخص ارتكب جرم يقع ضمن انتهاكات حقوق الإنسان ويصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما فينا اليوم إذا هو انتقل لصف آخر أو لطرف آخر إنه نقول هي جرائم قد أسقطت. طبعا هذا العمل هو جهد مؤسسات سورية، أولا قامت بتوثيق انتهاكات لأشخاص ارتكبوا تلك الانتهاكات في سوريا وكانوا مشرفين عليها، وتقبع المسؤولية الجنائية عليهم كأشخاص كانوا صاحبين القرار بإصدار تلك الانتهاكات. وبالأخير يعني هذا الموضوع ما فينا نحن نقول إنه إذا شخص انتقل للطرف الثاني أو الطرف الثاني إنه تسقط عليه تلك الانتهاكات. ماذا عن العدالة الانتقالية في سوريا؟ يعني أنتم عملتم في العديد من المنظمات الحقوقية، ما هي رؤيتكم من أجل تحقيق هذه العدالة؟ العدالة الانتقالية من دون محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية قد تكون شبه مستحيلة. اليوم نحن إذا ما كان في محاربة واضحة لفكرة الإفلات من العقاب وعم يكون في محاسبة لمجرمين الحرب، نحن اليوم بنكون عم نساهم بتوليد حروب جديدة بسوريا قائمة على الانتقام. اليوم نحن لحتى نأسس العدالة الانتقالية بسوريا لازم نحن يكون الأساس أو اللبنة الأساسية لها هو محاسبة منتهكي ومرتكبي جرائم الحرب بسوريا. طيب، هذا بالشأن الداخلي، ماذا عن الجرائم التي ارتكبها التحالف الدولي ضد المدنيين في سوريا؟ اليوم الأمم المتحدة كشفت عن جرائم قام بها التحالف الدولي، يعني هل هنالك آليات معتمدة في هذا الإطار من أجل مقاضاة التحالف الدولي وتعويض الضحايا، لا سيما أن التحالف اعترف في كثير من الأحيان أن هنالك أخطاء تسببت بموت مدنيين؟ طبعا اليوم ما حدا رح يكون بعيد عن العدالة بسوريا. نحن اليوم الشغل عم يتركز على كل الأشخاص اللي ارتكبوا تلك الانتهاكات، إن كانوا سوريين وإن كانوا غير سوريين، إن كانوا ميليشيا منظمة أو كانوا مجموعة من الأفراد وإن كانوا دول. اليوم سوريا في مجموعة من الدول عم تتحارب فيما بينها، وهي الحرب عم تولد انتهاكات جديدة على السوريين. بكل تأكيد ما حدا رح يكون بعيد عن العدالة، لكن اليوم في عم ينشغل على تقارير، وبالاخص التقرير الاخير اللي صدر عن الامنيستي اللي كان واضح وجود انتهاكات لقوات التحالف، وحتى وجود يعني في قوات عديده موجوده اليوم بسوريا كمان عم ترتكب انتهاكات وميليشيات عم ترتكب انتهاكات. بكل تاكيد مش حدا حيكون بعيد عن العداله. طيب، يعني مع حديث عن الجرائم في سوريا، الى اي مدى تتوقعون أن تردد الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي يعني أسهم في زيادة المجازر بسوريا؟ هل تعتقدون أن هذا يحملهم المسؤولية نتيجة صمتهم؟ طبعا هذا يعني إذا نحن نحكي اليوم قانون وبيحملوا مسؤولية أخلاقية، وبالأخص المجتمع الدولي وبالأخص تحديدا مجلس الأمن.
لانه مجلس امن هو آلية لحتى تحمي الشعوب او لحتى تكون قادرة لتطبيق القانون، بيحملوا اكيد مسؤولية اخلاقية، لكن اولا واخيرا اذا بنحكي قانون لا، المسؤولية الجنائية للافراد هي التي تقع فقط على عاتق من اتخذ القرار ونفذ بارتكاب تلك الانتهاكات. نعم، عضو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المعتصم بالله الجيلاني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا من باريس عبر الهاتف.